هنا بقرية إذكانا ببلدية أيتحيا بتيزي وزو نجد مدرسة أيتو عراب التي أصبحت قنبلة موقوتة تهدد سلامة أرواح التلاميذ والأساتذة على حد سواء بعد أن أضحى جدران هذه المؤسسة التربوية أيل للسقوط في أي لحظة. أقلي كنا ما كتسوالي مساجي سيرجان ونرذا قال لي كل بريمير قلي كنا تسوالي لحالة مختلة بارسكو ماشي لي حالة غير لونفون تاعي نساوي كل زوتيريتي روحانت يصب الشاف دايرة يصب يصب ندير لابيسيان إمي أوكيان وديفان ورا بور لو مومون في شحال هاكي أنت زايا في لي كلاس أنت زايا فمان أنت نعد نعد لين يحيو زيك أنت زايا في لي كلاس نعد لين يحيو تورا. خوف ورعب يتسلل لقلوب الأولياء كلما التحق أبناؤهم بالمدرسة التي لها زمن طويل مع التصدعات وانهيار الجدران. فرغم المراسلات المتكررة لإيجاد حل سريع لهذا المشكل لكن لا حياة لمن تنادي. سوا يحيط غلين سوا لكولي مارا ريفورمي الآن طبيعة الجغرافية تيزي وزو في الجبال وفي القرى الفوق الانزلاقات هذه تتم من حين لآخر في هذه المؤسسات ونحن في صراع معها وهي تحتاج إلى قيم مالية معتبرة ونحن في التواصل مع رئيس البلدية إن شاء الله لإيجاد حل بالتنسيق مع السيد ولي الولاية. وضع خطير بهذه المؤسسة التعليمية ينبئ بكارثة حقيقية لا يمكن للجهات الوصية إخلاء ذمتها من مسؤولية ما يحدث تستدعي تدخل في عجالة من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان.